السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أش أخباركم؟ أتمنى يا رب هاد لا فيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية. في هاد لا فيديو هادي غادي إن شاء الله ناخدكم معايا في جولة، حيت شحال من واحد تيبغي يعرف كيفاش عايشين في كندا. غادي نحاول إن شاء الله نقربكم كل مرة في فيديوهات مختلفين. هاد النهار هذا جبتكم بإذن الله تقدوا معايا من المارشي اللي فيه الخضروات والفواكه، واللي جل الجالية المغربية ولا الجالية العربية بصفة عامة تتقدوا منه. وكاين حداه حتى بواسونغي، المحل اللي تيبيع الحوت، وكاين حتى محل ديال اللحوم حلال بوشغي، وتيبيع ما من منتوجات اللي تجينا من المغرب تنشمو فيها، حيت هو مغربي تنشمو فيها الريحة ديال المغرب. دونك هادو هما اللي سنتقدوا من عندهم، ونتمنى يا ربي تعجبكم لا فيديو، ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب، وتخليوا لي دي لايك اي دي كومونتير. جزاكم الله خيرا وهانتوما معايا. المهم البواسونغي والبوشغي ما دخلتش ليهم حيت مازال لي التقضيه، حنا مباشره في المارشي ديال الخضروات والفواكه. شوفوا معايا ما شاء الله على الوينات تتفتح النفس. آه يا ليلى وصلت على نبي، yeah.
¡Gracias!
نختم الفيديو ديالي هنايا. نتمنى يا ربي تكونوا خديتوا ولو فكره منين تنتقدوا في كندا. وعجبتكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والكومنتر. خليت لكم رحمه الله والسلام عليكم.